Hello, how are you? رجعنا لكم تاني وبنكمل سريعا مع بعض بقية حل امتحانات المعاصر على المنهج بالكامل للصف الرابع الابتدائي الترم الأول لسنة 2023. فيلا بقى على طول نبتدي ونكمل من أول. احنا وصلنا حلينا أول تلات امتحانات والنهاردة هنبتدي بالامتحان الرابع. من غير رغي كتير let's start. وزي ما متعودين هنبدأ بالليسننج. سؤال الليسننج قدامكم وأنا هقرأ الليسننج وحاولوا حلوا معايا. الليسننج بيقول My name is Zane. My name is Zane. I live in a village. I live in a village next to the Nile. I live in a village next to the Nile. I live in a house with my family. I live in a house with my family. Our house isn't the biggest in the village. Our house isn't the biggest in a village. There are tall trees behind my house. There are tall trees behind my house. تعالوا بقى نشوف الليست. Then live in a city? No, بيعيش في village, قرية. Number two, his house is the biggest in the village. البيت بتاعه أكبر بيت في القرية. No, Ali is not the biggest. مش الأكبر. أخلي بالي قوي بقى وأنا بسمع listening من التيتشر اللي هيقولها. Number three, he lives with his family. Yes, بيعيش مع عائلته في نفس البيت. Number four, Zayn lives in a village next to the Nile. Yes, هي دي الإجابة الصحيحة. زين بيعيش في قرية village قرية مع جنب النيل. تعالوا بقى ننتقل لسؤال اللي choose. If you aren't using your laptop. If you aren't using يعني لو انت مش بتستخدم. نحفظ الفعل ده لانه بيقرر كتير جدا. Use يستخدم. يستخدم use. لازم ترجع تشوف الفيديوهين اللي فاتوا. المراجعتين دول بالمراجعة دي ان شاء الله مش هيخرج عنهم الامتحان. وافتكر كلامي وما تنساش تدعيلي في الكومنتس. لو انت قلنا use يعني يستخدم. ف if you aren't using your laptop لو انت مش بتستخدم اللابتوب بتاعك heat it, drive it, plug it, unplug it. طيب unplug يعني شيل الفيشة. plug وصل الفيشة. drive يسوق. heat يضرب. يبقى لو انت مش بتستخدم اللابتوب unplug it شيل الفيشة بتاعك. Number two, I like pizza. I eat it once a week. بأكلها مرة في الأسبوع. But ولا or ولا because ولا and. أنا بحب البيتزا بأكلها مرة في الأسبوع. يلا الجملة دي عكس بعض ولا زي بعض؟ أنا بحب البيتزا المفروض بحبها أكلها كل شوية. لا أنا بأكلها مرة واحدة بس. يبقى but لكن بتربط بين جملتين عكس بعض. Number three. A good idea. طبعا الإجابة الصحيحة لأن ده expression مصطلح لازم نحفظه على بعض. That is a good idea. إنها فكرة جيدة. That's a good idea. That's a good idea. إنها فكرة جيدة. بعد كده عندي the delivers the packages and the letters. يلا احنا حافظين مين بقى اللي بيوصل ال packages and the letters والخطابات. Mail carrier, garbage collector, farmer, engineer. طبعا mail carrier ساعي البريد. انما garbage collector يعني جامع القمامة. farmer فلاح. engineer مهندس. لو مش عارف الكلمات اكتبها في ورقة وانت بتحل معايا هتحفظها وهتخش تلاقيها في الامتحان تعرف تحلها. فايدة ان احنا نحل امتحانات مع بعض هو ان احنا نقرر السؤال مرة واثنين وتلاتة فتحفظ السؤال بيجي ازاي وكمان الكلمات اللي كانت تقيلة عليك تحفظها وتذاكرها. بعد كده ننتقل لسؤال في الزجاب. عندي community المجتمع. whether it talks. salary الراتب او الراتب يعني. hotels يعني الفنادق. tourism industry صناعة السياحة. is very important مهمة in Egypt في مصر. the tourists stay at التورست stay يعني بيقعدوا. بيقعدوا فين؟ at hotels في الفنادق. when they arrive in Egypt لما يصلوا مصر. the hotels pay a salary
بيدفعوا مبلغ to the workers للعمال. The workers use their نقط to buy food. بيستخدموا ايه عشان يشتروا بيه طعام؟ بيستخدموا use their salary الراتب بتاعهم عشان يشتروا food, clothes and for transportation ووسائل المواصلات. بيستخدموه في ان هم يشتروا ملابس وطعام ويستخدموه في المواصلات. Some of their salary goes to the government to pay for things. بعض الراتب ده بيروح للحكومة عشان بيدفعوه لأشياء. When we work, لما نيجي نشتغل, our salary, الراتب بتاعنا, helps our, بيساعد مين؟ Our community, مجتمعنا, and the whole country, والبلد بالكامل. وده طبعا في unit 6 لسه واخدين. تعالوا بقى ننتقل على جزء read the text, نقرأ القطعة. Camels are amazing, يعني الجمال بتكون مدهشة. وده هيفيدنا قوي لما نكتب باراجراف عن الجمل. They are beautiful, جمال. Strong animals, حيوانات قوية. They help to carry things and people to cross the desert, بيساعدوا في حمل الأشياء والناس عشان يعبروا الصحراء. Their milk is delicious, اللبن بتاعهم لذيذ. We can use their fur to make clothes, بنستخدم الفرو بتاعهم عشان نعمل ملابس. They can live without water for a long time. يعني هم بيقدروا يعيشوا بدون ماء لمدة طويلة. Camels have a special way to close their nose and eyes to stop the sand from coming in. عندهم قدرة رهيبة في قفل عينيهم ومناخيرهم عشان يواجهوا الرملة بتاعة الصحراء. They have large flat feet. عندهم أقدام كبيرة مسطحة. To walk on the sand عشان يمشوا على الرمل. Camels are amazing animals. طبعا. Camels milk isn't good. مش جيد؟ لا طبعا. ده delicious. اللبن بتاعهم delicious. Number 3. Camels have large flat feet. طبعا حافظينها. Number 4. What is special about camels? ايه اللي special؟ ايه حاجة الخاصة عن الجمال؟ ان هم عندهم قدرة رهيبة في غلق العين. نيجي بقى للسطر اللي قبل الاخير على طول. Camels have special ways to close their nose and eyes to stop the sand for coming in. هناخد الجملة كلها ننقلها من القطعة ونكتبها في الاجابة. بعد كده السؤال الخامس. How can camels walk on the sand? ازاي الجمال بتمشي على الرملة؟ احنا لسه قايلين وحافظين الجملة دي كتير. Camels have large flat feet. عندها أقدام كبيرة مسطحة. So لذلك can walk on the sand easily. يقدروا يمشوا بكل سهولة على الرمل. تعالوا ننتقل لسؤال rearrange الترتيب. Two animals they with them brought to land. هنقول طبعا they يعني هم. لازم أقول فعل في الجملة. فعل زي يأكل، يحضر، يشرب، ينام، يركب، أي فعل، يكون. يبقى هنا عندي animals ولا ذا ولا brought ولا land. طبعا brought الماضي بتاع bring brought أحضر. They brought هم أحضروا. Animals أحضروا إيه؟ حيوانات. To the land إلى الأرض. Number two. Eat does what? Fox the fennec. طبعا ذا فينك فوكس. ادي دي رتبنا اخر ثلاث كلمات. اخر ثلاث كلمات. وات اداه الاستفهام لازم يجي وراها. از او اور دو او داز او كان. فانا عندي داز يبقى وات داز. ماذا مين؟ ذا فينك فوكس. وات داز ذا فينك فوكس ايت. ما ينفعش اقول وات داز ايت. لازم اقول بعد داز او از او اور او كان الفاعل على طول. وات داز ذا فينك فوكس ايت. نمبر 3. Tomatoes grow, new, do, how, we. برضو how, كيف. وراها do. بعد كده الفاعل we. How do we. بنعمل ايه بقى؟ عندي tomatoes grow, new. يبقى how do we grow. كيف نزرع new tomatoes. طماطم جديدة. نيجي للبانكشويت. Which is your favorite room. ده سؤال احنا حافظينه. Which اول سؤال. اول حرف كابيتال. Which is your favorite room وعلامة استفهام بس كده. نيجي لي
سؤال الباراجراف How can we use electricity safely؟ ازاي نستخدم الكهرباء بأمان؟ عشان وقت الفيديو ازاي نكتب باراجراف عن How can we use electricity safely؟ ازاي نستخدم الكهرباء بأمان؟ طبعا هنبدأ الجملة زي ما متعودين، أول حرف كابيتال وفي النهاية بنحط فول ستوب. عندي جمل احنا حافظينها من يونت 4. Never touch anything electrical with wet hands. Never touch، اوعى تلمس اي شيء كهربي with wet hands، بايدين مبلولة. بعد كده never use a broken wire، اوعى تستخدم سلك عريان. Never use a broken wire. Never put anything into a socket، اوعى تضع اي شيء في كوبس الكهرباء. Turn off the lights، اطفي النور when you leave a room، لما تغادر الغرفة. ممكن تاخد ده سكرين شوت كده عشان تحفظه، وكمان هتلاقوني كاتباهولك على جروب التليجرام في صندوق الوصف او في اول كومنت مثبت. تعالوا بقى ننتقل على الامتحان الخامس، نسمع الليسننج والسؤال قدامنا. الليسننج بيقول We put a seed in the soil، نحن نضع البذرة في التربة. طبعا التيتشر لما يجي يقولك الليسننج مش هيترجمه، إنما إحنا بنترجمه عشان نعرف. The seed needs sunlight and water. البذرة بتحتاج ضوء شمس ومية so it can grow، عشان تقدر تنمو. The seed grows roots under the soil. البذرة بتنمو الجذور فيها تحت التربة under the soil. Then it grows a shoot، بعد كده بيطلع النبتة. And gets taller above the soil، وبتبقى أطول بس على التربة. Finally في النهاية the full plant grows leaves and flowers. The full plant النبات الكامل grows leaves بينمو عليه أوراق الشجر and flowers والزهور. نيجي بقى للسؤال We put a seed in the soil؟ طبعا yes. Number two The seed needs sunlight and water to grow؟ طبعا yes. The full plant grows leaves and flowers? Yes. Number four, the seed grows roots above the soil? لا نركز بقى. Roots الجذور. The roots grow under the soil. احنا حافظينها كويس جدا. The roots grow under مش above. Under the soil. تعالوا للسؤال اللي choose. These واحنا برضو خلاص حليناها بقى كتير. المراجعة اللي فاتت واللي قبلها والتالتة دي مهمين جدا جدا جدا، صدقني لو اتفرجت عليهم وحفظتهم خلاص هتقفل الامتحان وانا متأكدة. These are، هؤلاء يكونوا. My father's tools، ادوات بابا. He uses them to fix things، بيستخدمهم عشان يصلح الاشياء. Number two The plant cells are very، الخلية النباتية are very small. We use a microscope to see them. بنستخدم الميكروسكوب عشان نشوفهم. يبقى very small. Number three. I play computer games in the. بلعب computer games فين؟ In the cave في الكهف. In the living room ولا in the rock في الصخرة. In the living room في غرفة المعيشة. It's very comfortable there. مريحة قوي. بعد كده سؤال في الزجاب. City مدينة. Feel يشعر. Skills مهارات، seeds بذور. In our community في مجتمعنا. We can all help each other، كلنا بنساعد بعض. Many of the people، كثيرا من الناس around us حوالينا have special skills، يعني عندهم مهارات خاصة. احنا حافظين الجملة دي special skills، مهارات خاصة special skills. To help us، عشان يساعدونا. Together we help each other، يعني مع بعض احنا بنساعد بعض. And make our نقط or village، بنجعل a nicer place to live، مكان افضل، مكان نعيش فيه. يبقى our ايه المكان اللي فوق؟ city مدينة. يبقى بنعمل our city or village مدينتنا او قريتنا افضل مكان للعيش فيه. It's the right thing، افضل طريقة. To do and it، أفضل طريقة إنك تعمل كده. And it makes you good،
makes you feel good، بيجعلك تشعر بسعادة. بعد كده ننتقل لسؤال القطع. A plant produces a pollen. A plant produces pollen in a flower. النبات بينتج حبوب لقاح في الوردة أو في الزهر. It uses pollen to make new seeds. بيستخدموا حبوب اللقاح دي عشان يعملوا بذور جديدة. The seeds travels away from the plant. البذور دي بتسافر أو بتمشي من الزرعة دي وبتروح لأماكن تانية. The seeds need a new place to grow. محتاجة مكان جديد عشان تنمو فيه. Some seeds، بعض البذور، can move in the wind، يقدروا ينتقلوا في الرياح. The seeds are very light، بتكون خفيفة قوي عشان كده بتمشي في الرياح. Light، خفيف. Some seeds، بعض البذور، can stick to animals' fur، بتلزق في فرو الحيوانات. بعد كده the animals move and take the seeds with them، الحيوانات بتمشي وبتاخد الايه البذور فيها. وبعد كده other seeds، والبذور التانية can float on water، بتطفو على الماء. To find a new place to grow، عشان تجد مكان جديد تنمو فيه. These seeds are usually big and light، البذور اللي بتطفو على المية دي غالبا بتكون big and light، كبيرة بس خفيفة. تعالوا بقى ننتقل للحل. The text is about، النص ده عن ايه؟ Plants, animals, water, food. طبعا plants، النباتات. Number two، the light seeds، البذور الخفيفة. Can move in the wind، في الرياح. Number three، where does a plant produce pollen؟ يعني أين النبات بينطق اللقاح؟ في أول سطر في القطعة. A plant produces pollen in a flower. Number four، why do seeds need a new place؟ لماذا النباتات بتحتاج مكان جديد؟ نراجع أدوات الاستفهام بالله عليكم ونحفظها كويس جدا. What، ما أو ماذا. Where يعني أين. When يعني إمتى. Why يعني لماذا. Who، من، كيف، how. طيب لماذا بقى النباتات محتاجة مكان جديد؟ To grow، لكي تنمو. طيب بعد كده سؤال rearrange. Thinner و R و dogs و than و elephants. طبعا dogs لازم الفاعل يجي بعده فعل. Dogs are يعني يتكون، is أو are بمعنى يكون. Dogs are thinner than، مش احنا قلنا لما بقارن بين اتنين بضيف للصفة er than، يبقى لازم أقول thinner وبعد كده than. Dogs are thinner than elephants، الكلاب أرفع، تكون أرفع من الأفيال. بعد كده do live where you، where do you live، أين تعيش، where do you live. Number three، the و is و the و rock و cave و in. هنبدأ عندي اتنين the وعندي rock و cave، أقول إيه الأول؟ مين اللي بيبقى في الروك ولا الكيف؟ مين اللي بيبقى في التاني؟ الكيف، الكهف هو اللي بيبقى في الصخر، يبقى هبدأ بالكيف. لازم أترجم القطعة أو الجملة عشان أعرف أرتبها. The cave is، يكون. In the rock، في الصخرة. بعد كده سؤال البنكشويت. I think crocodiles are scary. طبعا سهلة جدا. I capital، think crocodiles are scary، ما فيهاش أي حاجة، يبقى follow stop، الجملة خلصت. بعد كده عندي الباراجراف بيتكلم عن البابايروس، ورق البردي. عشان وقت الفيديو هسيبه لكم في جروب التليجرام محلول، تقدروا تحفظوه وجمل سهلة جدا. تعالوا على طول ندخل على السامبل تيست 6. نقرأ برضو الليسننج. A plant is made of millions of cells. النبات made of، مصنوع من. سجل الكلمات الجديدة اللي انت مش عارفها، اكتبها واحفظها. مصنوع من ملايين الخلايا. The plant cells are very very small. الخلايا النباتية صغيرة جدا. Chloroplasts make the plant green. البلاستيكات الخضراء هي اللي بتجعل النبات أخضر. You can only see them with a microscope. تقدر تشوفها بالميكروسكوب. The green plant cells، النباتات الخضراء دي أو الخلايا دي، make food for the plant، هي اللي بتعمل الطعام للنبات.
They use sunlight, carbon dioxide and water. بيستخدموا ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون والمية. تعالوا بقى لسؤال الليسننج. The plant cells are very very small. Yes. Number two. Chloroplasts make the plant blue. Make the plant green. يبقى false. Number three. A plant is made of thousands of cells. طبعا no. Millions of cells. ملايين الخلايا. Number four. You can see the plant cells with a microscope. Yes. الإجابة صحيحة. تعالوا بقى لي سؤال في الزجاج. I am Mira. الأول نقرأ بس الكلمات. Electricity. الكهرباء. Books. الكتب. Information. معلومات. Library. المكتبة. I am Mira. I like books very much. بحب الكتب قوي. I am a librarian. يعني أنا شغالة في المكتبة أو بعمل في المكتبة. I work in a school. يبقى school إيه؟ School library. مكتبة المدرسة. It's my job to do to look after all the. Look after يعني أعتني بي. وظيفتي إني أعتني بالإيه؟ Electricity بالكهرباء. ولا البوكس الكتب. يبقى all the books. I buy lots of new books. بشتري كتب كتير جديدة. And I help children. وبساعد الأطفال find the. يجدوا الإيه؟ Information. المعلومات. They need. اللي هم محتاجينها. It's an interesting job. عمل شيق جدا for me. بالنسبة لي. I like it. تعالوا بقى ننتقل لسؤال الماتش. Fisherman. الصيادين. يلا. A place where I learn. That is paid to people who work. That people need to breathe. In the desert. في الصحراء. Catch the fish. يصطاد السمك. يبقى fisherman catch the fish. Number two. The school is a place where I learn. مكان حيث أتعلم. Number three. The salary is the money. القبض ده السالري الراتب أو القبض اللي بنقبضه بيكون الفلوس الايه؟ That is paid to people who work. اللي بتدفع للناس اللي بيشتغل. Number four. There is not much rain. مفيش مطر كتير. In that desert. في الصحراء. تعالوا بقى ننتقل لسؤال القطط. There are many beautiful animals live in the desert. يعيشوا في الصحراء. في حيوانات جميلة كتير بيعيشوا في الصحراء. Rim gazelles is one of them. الغزال الرم واحد منهم. Rim gazelles look very beautiful. شكله حلو قوي. They live in the Sahara Desert. بيعيش في الصحراء ديزرت. And they walk around, بيقعد يلف كده, looking for grass, leaves and plants to eat. بيقعد يدور على العشب وأوراق الشجر والنباتات عشان يأكل. They have big ears and long horns. عنده ودان كبيرة وقرون طويلة. They have yellow white coats. عنده فروة أبيض وأصفر. Which protect them from the sun. واللي بيحميه من الشمس. Protect يعني يحمي. They have hooves on their feet. عنده hooves, حوافر في أقدامه. These hooves, الهوفز دي وظيفتها إيه؟ Help them walk on the sand. بتساعده يمشي على الرملة. Rim gazelles live about 14 years. بيعيش حوالي 14 سنة. تعالوا بقى لسؤال الصح والغلط. Rim gazelles live in the forest. طبعا no, بيعيش في الصحارة desert. Number two, they have big ears and long horns. طبعا yes. Number three, rim gazelles have paws on their feet. عنده paws مخالب ولا عنده hooves حوافر. يبقى الإجابة غلط. Number four, how do rim gazelles walk on the sand in the Sahara Desert? كيف بيمشي على الرملة؟ عشان هو عنده إيه؟ They have hooves. عنده قرون, عنده حوافر. بصوا السطر اللي قبل الأخير. These hooves help them walk on the sand. الحوافر دي بتساعده يمشي على الرملة. Number five. Why are the yellow white coats helpful to rim gazelles? ليه بقى الفرو الأبيض الملون ده بيساعد أو مفيد للرين غازل؟ برضو في السطر اللي قبل الأخير.
protect them from the sun، بيحميه من الشمس. تعالوا بقى ننتقل على سؤال اللي تشوز. Egypt is famous for، مشهورة ب. famous for، مشهورة ب. نحفظ دي. It's a cotton، مشهورة بالقطن بتاعها. I drink juice، I don't drink cola. طبعا دول جملتين عكس بعض، واحدة I drink والتانية I don't drink، يبقى هنربط في but. but يعني لكن، بتربط بين جملتين عكس بعض. Number four، camels. Number three، when someone has not his food، press a cold bag of ice on his foot، يعني حط كيس تلج على قدمه. لما يكون قدمه ايه بقى؟ sprained، اتلوت. when sprained his foot. Number four، camels can people and things help carry do make. طبعا camels can carry people and things، بيحمل الناس والاشياء. crossing the desert، في crossing the desert يعني في عبر الصحراء. نحفظ بقى الافعال اللي احنا مش عارفينها. use يستخدم، carry يحمل، make يصنع، do يفعل. تعالوا لسؤال البنكشويت. why do plants need sunlight and water؟ طبعا why، لماذا؟ يبقى W capital. وطبعا ده سؤال يبقى في الاخر question mark. تعالوا بعد كده ل pros and cons of male carriers job، يعني ايه الايجابيات والسلبيات لوظيفة ساعي البريد. برضه هسيبها لكم على جروب التليجرام عشان وقت الفيديو. وتعالوا ننتقل للامتحان السابع، وزي ما متعودين بنقرا الليسننج الاول. Farmers work in agricultural habitat، الفلاحين بيعملوا في البيئه الزراعيه. They grow food for us to eat، بيزرعوا طعام لينا عشان ناكله. Plants near rivers and lakes need a lot of water، النبات اللي جنب الانهار والبحيرات بيحتاج ميه كثير. There is not much rain in the desert habitat، يعني مفيش مطر كثيرة في البيئة الصحراوية. Plants that live in the desert don't need a lot of water، وكذلك النباتات اللي بتعيش في الصحراء مش بتحتاج مية كثير. تعالوا بقى نشوف السؤال. Plants near rivers need a lot of water، طبعا الإجابة صحيحة، بيحتاجوا مية كتير. Number two، there is much rain in the desert habitat. No، there isn't much rain، لا يوجد مطر كثير. Number three، farmers work in the desert habitat، الفلاحين بيشتغلوا في desert habitat. No، agricultural habitat، البيئة الزراعية. Number four، farmers grow food for us to eat، يعني الفلاحين بيزرعوا طعام لينا عشان نأكله. طبعا yes، يبقى الإجابة صح. غلط غلط صح. بعد كده سؤال اللي choose. Our house is so old، بيتنا قديم قوي. We need to not eat، rebuild، recook، reread. طبعا re في الفعل يعني نعيد الفعل ده مرة تانية. reread نعيد القراءة. cook يطبخ، recook يعيد طبخ. rebuild يعيد بناء. build يبني. نحفظ الأفعال دي يا أولاد، مهمة جدا. rebuild نعيد بناءه. number two، green plants are important for us، النباتات الخضراء مهمة قوي لينا. they give us oxygen، بيدونا oxygen. to cook plant breathe، طبعا to breathe لكي نتنفس. number three، my grandparents planted زرعوا millions of seeds toys leaves، طالما زرعوا planted millions of seeds، ملايين البذور. He loves growing plants، بيحبوا قوي زراعة النباتات. تعالوا لسؤال الماتش. The supermarket is a place، يلا in the living room، big square cookies where we buy food. yes، the supermarket is a place where we buy food، مكان حيث نشتري الطعام منه. number two، snakes and the crocodiles، الثعابين والتماسيح. هنوصلها بليتر E، are very dangerous، خطيرة جدا. number three، flapjacks are، عبارة عن ايه flapjacks دول؟ big square cookies.
Number four, I cook food. بطبخ الطعام in the kitchen في المطبخ. تعالوا نقرأ سؤال القطع. Miss Judy is a cook. طباخة. She works in a school kitchen. بتشتغل في مطبخ المدرسة. She cooks lunch for 800 students every week. بتعمل وجبة الغداء ل 800 طالب كل أسبوع. She makes pies. بتعمل فطائر, sandwiches and beef burgers. She cooks meat. وبتعمل لحمة. Fish and vegetables. خضروات وسمك. She washes hundreds of dishes every week. بتغسل مئات الأطباق كل أسبوع. The students like her meals. يعني بيحبوا قوي الأكل بتاعها. Today she's making an apple pie. دلوقتي هي عملت فطيرة تفاح. But she isn't making many. بس ما عملتش كثير. As today is Saturday. النهاردة السبت. Miss Judy isn't working. مش بتشتغل. She is at home. هي دلوقتي في البيت. She's cooking lunch for two people. بتعمل الغداء بس لشخصين بس. Herself and her son. لنفسها والابنها. يلا. The underlined cook. معناها. Is color, place, tool, job. طبعا cook, job, وظيفة. هي طباخة. Number two. Miss Judy doesn't work on. مش بتشتغل. Doesn't work. Sunday, Monday, Saturday, Thursday. طبعا on Saturday. مش بتشتغل يوم السبت. Who is Miss Judy cooking lunch for? بتطبخ lunch for مين؟ لمين؟ For students, للطلاب. Number four. What kind of food does Miss Judy make in the school kitchen? What does or what kind? ايه نوع الطعام اللي Miss Judy بتعمله في المطبخ؟ نقدر بقى نقول كل حاجة في القطعة. Makes pies, sandwiches, beef burgers, meat, fish and vegetables. كل حاجة في القطعة نكتبها. وتعالوا ننتقل لجزء أو سؤال rearrange الترتيب. عندي good و is و life و دمياتا و in و very. هنقول life is good. الحياة تكون جيدة. Life is good. أو life is very good. طالما عندي very بقولها قبل الصفة. Life is very good in Damyata. Life is very good in Damyata. Number two. Green, white, plants are always. طبعا why أداة الاستفهام يجي وراه. Is أو are. Do أو does أو can. فهنا عندي are. Why are. Mean plants. النباتات. Always green. Why are plants always green. بعد كده. Strong horses with teeth و have. Horses. فين الفعل؟ Have. عندهم يملكوا. Strong teeth. أسنان قوية. بنقول الصفة الأول. يعني نقول مثلا strong teeth. Beautiful girl. Nice place. مكان جميل. نقول الصفة الأول. آخر سؤال البنكشويت. The seed needs sunlight and water. البذور تحتاج ضوء شمس ومية. So it can grow. عشان تقدر تنمو. برضو the seed. التي بتاعت الزا لازم تكون capital. ودي جملة عادية جدا. ففي الآخر هنحط full stop. وآخر سؤال في الامتحان. Living on a boat. العيش فيه على المركب. Travel with summer with an isle with interesting places. أماكن كثيرة. احنا طبعا خدنا درس عن الموضوع ده. الولد اللي كان بيعيش مع باباه في السمر او travel on a boat او live on a boat in the summer. بيعيش في مركب في الصيف. بيعمل ايه؟ Travel up and down the Nile. بيروح النيل ذهابا وإيابا. وبيحب العيش فيه. نقدر احنا بقى نكتب ده برضو عشان وقت الفيديو هكتبه لكم وهبعته لكم على جروب التليجرام محلول ان شاء الله. وبكده يكون فاضل لنا 3 tests 3 امتحانات برضو هنخليهم في فيديو تاني عشان وقت الفيديو. وبكده خلصنا فيديو النهاردة. لو وصلتوا للنقطة دي من الفيديو فبحبكم جدا وبدعي لكم بالنجاح والتوفيق. ما تنسوش انتوا كمان تعملوا لايك وتدعولي في الكومنتس بالتوفيق.
ولو انتوا على الفيسبوك او على اليوتيوب او كواي او تيك توك هتكتبوا اتعلم مع مريم او مس سلمى طارق، سلمى طارق هطلع لكم على طول. تقدروا بقى تتابعونا على جميع التواصل وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان تتفرجوا يا ريت يا ريت على الامتحانات او الفيديوهات بتاعه المراجعه اللي قبل كده، هتلاقوها في المقترحات دلوقتي في قايمة فيها كل دروس الصف الرابع، هتلاقوا فيها كل مراجعتنا. يسعدني قوي انكم تشوفوها قبل ما تدخلوا الامتحان، واتمنى ان انتوا تعملوا شير لاصحابكم قبل الامتحان عشان يقدروا يستفيدوا زيكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.